براويكم شو انا اسوي حواجبي من هالشكل الى هالشكل. سنين وانا اسوي حواجبي واستخدم الحب انستازيا بيفرلي هيلز، اموت عليها حق كل شغلات الحواجب وارسمها على نفس شكل الحاجب مالي مجرد يكونون وايد غامجين. لكن الحين صارت موضة الحواجب شي المرفوعة شعرة وشي اللي صايرة ناتشرال اكثر. وش كثر حاولت ان انا اضبط حواجبي هذا ضعيفة واللي بقوا فيها شعر على هاي الستايل الحلو، لانه وايد 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 عاجبني. وش كثر كنت احاول وذميتونيش قد على حواجبي، حواجبك. لكن كنت دائما اشوف شنو الشيء الغلط واحاول اصلحه، واشوف فيديوهات واتعلم وتعلمت. ويت اقول لكم، اول منتج بستخدمه هو صابونة الجلسرين، وتلقونها في اي سوبر ماركت، ولا حد يذبحني بس شفت هالحركة على تيك توك وجربتها وما طيحت حواجبي. هير سبري على الصابونة، بعدها برش انستازيا، واحط فيه منتج وامشط عكس الشعر، وهالشي بخلي شعرات كلهم يتغطون بالمنتج علشان يوقفون. تبتدين تمشطينهم على فوق وعلى جنب، يعني مو بس واقفين، لا اضغط وانا سحبتهم على جنب بهالطريقة. عادة احب اسويهم قبل احط الفاونديشن علشان ما يكتل الفاونديشن فوق، فانصحك كذي. بعد ما مشطهم بس اضغط على فوق. بني للجزء اللي احتاج تكونين صبورة معاي. كلام من واي اكس لفتن سناش درجة اسبريسو، وبحاول ارسم شعرة باتجاه الشعر. خلي يدك خفيفة، صار عندك هذا الشكل، انتظري. بعدها استخدم اي كونسيلر، ويفضل كونسيلر يكون شوية ثقيل، وابتدي انظف تحت العين. بعدها اطبطب على الكونسيلر بيدي، احس دفى اليد يدمج احلى. بعدها اثبت بالباودر، وكذي جهزنا الحواجب. خلينا نكمل اللوك، وهذه الفاينل لوك. حبتهم حلوين مرتبين مناسبين وجهي، لكن اذا عندكم نصايح اعطوني اياها.